اهلا بكل مشاهدينا وكل متابعينا، صباح الخير عليكم مره ثانيه. هنبدا الساعه الثانيه باذن الله تعالى، وزي ما عودناكم دائما نتحدث فيها عن تحليل الاخبار السياسيه وكذلك اضاءات حول الاحداث الرياضيه. هنبدا بالاخبار السياسيه. صباح الخير عليكم مره ثانيه حسام. صباح الانوار منى، تحية لكل مشاهدينا. وكما ذكرت الاخبار السياسيه، سعداء انه نرحب بالزميل الاستاذ بليغ حسب الله لما الينا الان لتحليل ابرز ما ورد في موقعنا على الشبكه العنكبوتيه وابرز الاخبار الشروق نت نت شروق دوت نت مع مدير تحريرها. اهلا بك، صباح الخير. اهلا بكم، بارك الله فيكم. هنبدأ بأولى الأخبار، وتستأنف اليوم السبت بمدينة جوبا جولات التفاوض بين وفد الحكومة الانتقالية وكذلك أطراف حركات الكفاح المسلح. وكانت الوساطة بدولة جنوب السودان أعلنت أمس رفع الجلسات بين الطرفين. قال رئيس الوساطة مستشار الرئيس الفاكير تود جولواك في تصريحات صحفية عقب جلسة بين الحكومة ووفد حركة الحلول أن المفاوضات بين الأطراف السودانية تم رفعها ليوم السبت. وأوضح أنه تمت مناقشة أجندة التفاوض، وأعلن عن تشكيل لجنة صياغة لتوحيد الرؤية، وتوقع أيضا التوصل إلى اتفاق إطاري ولغة مشتركة مع الأطراف خلال الجلسة المقبلة. استئناف مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات اليوم السبت والوساطة، كما أشار الخبر، تتوقع قرب الوصول إلى تفاهمات. بالتأكيد المفاوضات استمرت منذ إعلان في العاشر من في مسارات المعروفة. الآن تقريبا مسار الحركة الشعبية الشمال اللي هي المسار الخاص بالمنطقتين، وطبعا فيه حركتين، الحركة الشعبية الشمال جناح عبد العزيز الحلو، المسار الخاص بجبال النوبة، والحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار النيل الأزرق، بالإضافة إلى مسار بتمثل حركات دارفور في الجبهة الثورية، والمسارات الأخرى مسار الشرق ومسار الشمال والوسط. كل هذه المسارات كان ما ينتظر انها تمضي في اتجاهها في اتجاه واحد، وفي النهايه تصل لاتفاق اطاري يتم التوقيع عليه، وتصل المفاوضات الى نهايتها السعيده. المفاوضات بالفعل تمضي في اتجاه الوصول الى النهايات السعيدة، مع بعض الخلافات التي طفت إلى السطح، وبالتحديد في المسار في الخلافات بين الجبهة الثورية ومشاركة قوى الحرية والتغيير في المفاوضات. هناك خلافات معروفة، الجبهة الثورية تنظر إلى مشاركة قوى الحرية والتغيير بأنها، وحركات الجبهة الثورية معروفة إنها جزء من قوى الحرية والتغيير، لكن الخلافات طفت في الفترة الفاتت بموضوع التهميش وغيره الذي طال الحركات الكفاح المسلح الموجودة في قوى الحرية والتغيير. جرت بالأمس جلسة ضمت جزء من الوفد المفاوض والتحديد عضوي مجلس السيادي التعايشي ومحمد الفكي، بالإضافة إلى إبراهيم الشيخ، مع وفد من الجبهة الثورية. جرت في جوبا أمس بحضور الرئيس الوفد الحكومي محمد الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول للمجلس السيادي، وجرى نقاش مستفيض في كل نقاط الخلاف بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير فيما يتعلق بمسألة تعيين الولاة وغيرها من الخلافات التي كانت طفت وكانت مستمرة طوال الأيام الماضية. واعتقد أن هذه الجلسة ستتواصل حتى يتم تصفية الخلافات في هذا الجانب. الجبهة الثورية ترى ضرورة أن يتم تأجيل إعلان الولاة وإعلان المجلس التشريعي إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق سلام، وترى أيضا أن أي خطوة في هذا الجانب هي خرق لاتفاق إعلان جوبا الموقع نعم. بين الحركات والحكومة نعم. الشعب السوداني ينتظر حلول عاجلة،
ينتظر التوصل الى اتفاق سلام شامل، ان يحل السلام في جميع السودان، حتى نتفرق لان نرتقي في كافه مناحي الحياه لتحقيق ما خرج اليه الشعب السوداني. كم من الوقت ستحتاج هذه العمليه، عمليه السلام التي نشاهدها الان؟ والله الموعد المضروب والمعروف لهذه الجوله يفترض ان تنتهي في 24 ديسمبر الجاري باتفاق إطاري في ما يخص الترتيبات الأمنية ومزالة السلطة. باتفاق إطاري يجمع كل الحركات الكفاح المسلح بمسارات المختلفة مع الوفد الحكومي، ويتم التوقيع على هذا الاتفاق. وهذا الاتفاق يكون شامل كل قضايا الأمنية والقضايا السياسية وقضايا الثروة والسلطة وغيرها. يكون اتفاق شامل يضع لبنات لعملية السلام في السودان. لكن من ما طفأ من خلافات وغيره ومن وجهات نظر في عملية المفاوضات التي تمت خلال الأيام الماضية، أعتقد أن هذه الفترة، هذه وجهات نظر خاصة، أعتقد أن الفترة غير كافية، وأن عملية التمديد ستطال المفاوضات لفترة أخرى تحددها طبعا الوساطة والأطراف المتفاوضة. نسب إلى آخر يعني واحد من الأخبار، أعلن مجلس الوزراء عزمه لزيادة المخصصات للقطاعات الخدمية من صحة وتعليم وبيئة في الموازنة العامة للدولة. وعقد مجلس الوزراء اجتماعيا استثنائيا برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، خصص للتداول حول موازنة العام المقبل. وأوضح وزير المالية إبراهيم البدوي الذي قدم ملامح الموازنة أنها جاءت مستهدية بشعار ثورة ديسمبر، وتعرضت الموازنة لقضايا الاقتصاد السوداني والتي شملت انكماش الاقتصاد وعطلة الشباب وارتفاع تكلفة المعيشة. الميزانية وموازنة العام وكذلك الاهتمام بهذه الميزانية ووضعها والخطط المفروض تستند على هذه الميزانية، عطلة الشباب، يعني تدني الاقتصاد السوداني وتدهوره، كثير من التفاصيل بتدور حول هذه الميزانية، وانتظار وترقب وتعقب للمواطن السوداني. بالتأكيد هناك انتظار كبير وترقب فرضته، هذا الانتظار والترقب فرضته الحالة الاقتصادية العامة التي تعيشها البلاد حاليا. هناك معروف الحالة الاقتصادية معروفة، الوضع المعيشي اليومي معروف، غلاء في الأسعار باستمرار يقابل مشاكل أخرى في مشاكل المواصلات والمشاكل الحياة اليومية التي يتعرض لها المواطن السوداني، بالإضافة إلى تذبذب في حركة أسعار العملة السودانية مقابل العملات الأجنبية. هذا يتطلب بالتأكيد حلول عاجلة، ويتطلب من الحكومة أن تسرع في برنامج إسعافي عاجل يواجه هذه المشاكل اليومية بأعجل ما تيسر، ويخفف من وضعة المشاكل. الآن هذه المشاكل تزيد من رقعة الفقر وتزيد من التشوهات الحاصلة أصلا في الاقتصاد. إذن الموضوع يحتاج إلى العجلة في هذا البرنامج الإسعافي الذي ينشل المجتمع ويؤدي إلى ترفيع الاقتصاد السوداني، من بعد ذلك تأتي الخطط وتأتي غيرها من الموضوعات الاقتصادية التي تريد الحكومة إنجازها في الفترة وعدم استقرار الدولار. يعني ما بعد الوضع احنا كلنا بنصحى على السعر، يعني بالضبط يمكن دي واحدة من المشاكل الأساسية على السعر، وهذا ينعكس على السوق وينعكس على الحياة والمعيشة اليومية التي يقابلها المواطن. نعم، يدعو للجميع انه يتفاعلوا بموازنة 2020، لكن يمكن ان تكون هناك مهددات اخرى، مثلا في هذه الموازنة عدم توفر التمويل الكافي، يمكن ان يكون واحد من المهددات. بالتأكيد
بالتأكيد الموازنة الآن تواجه. السيد وزير المالية أعلن إنه الموازنة سيتم تمويلها من قبل أصدقاء السودان. اجتماع أصدقاء السودان الأخير في الخرطوم لم يتطرق إلى مسألة التمويل السريع الذي كان ينتظره الشعب السوداني، بل بالعكس أعلن إن عملية التمويل ستبدأ خلال مؤتمر للمانحين في أبريل المقبل، يعلن من خلاله أصدقاء السودان تبرعات لإنقاذ الاقتصاد. الحكومة مطالبة بمواجهة الوضع الآن من الشهر الحالي وحتى شهر أبريل المقبل، مطالبة بمواجهة المشاكل ومطالبة ب زي ما قلت إنه عملية إسعافية سريعة حتى يحين الموعد المضروب اللي هو في شهر ابريل المقبل لمواجهه الميزانيه التحديات ومشاكل. صحيح صحيح. هنذهب يعني الى خبر اخر عبر الشروق دوت نت. وقال تجمع اسر شهداء ثوره ديسمبر ان قاده الحكومه الانتقاليه جلسوا على كراسيهم بعدما تناسوا قضيه القصاص بحق ضحوا بانفسهم. وقالت المتحدثه باسم التجمع سعديه سيف الدين ان اسر الشهداء اصابها الاحباط جراء التباطؤ الحكومي. نعم. وفي اكتوبر الماضي اعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اسماء اللجنه الوطنيه المستقله برئاسه نبيل اديب للتحقيق في فضل اعتصام امام مقر قياده الجيش بالخرطوم في 3 من يوليو الماضي. تأخير. نعم. تأخير يعني التحقيق في قضايا المفقودين والشهداء وفض الاعتصام. أنا بفتكر أنه هو أولوية لأنه في كثير من الأمهات يا حسام، في كثير من أبناء الشعب السوداني في انتظار هذا التحقيق وكونت لجان لهذا التحقيق. نعم. والله هذا الخطاب من قبل ممثلي أسر الشهداء هو خطاب مبرر بالتأكيد، ما في ذلك شك. الحكومة طبعا لها إجراءاتها ولها روتين المعروف، قد تتأخر بعض الإجراءات، لكن أظن أن اللجان تعمل وتمضي في اتجاه الوصول للجناح أولا وتقديمهم إلى العدالة. الخطأ النظرة أسر الشهداء نظرة مبررة، وفي هم تأثروا نزل الله أنه يتقبل الشهداء اللهم آمين، وأن في النهاية أنه الإجراءات تمضي إلى نهايتها ويأخذ كل محتدي جزاؤه ويأخذ كل ظالم جزاؤه. نعم. رحمة والمغفرة للشهداء. خبر آخر، استبعدت مصادر المطلعة رفع الدعم على المحروقات في الموازنة العامة للدولة. وأكدت المصادر إلى أن الحكومة الانتقالية لا تعتزم اللجوء إلى رفع الدعم في موازنة العام المقبل. وكان ملتقى أصدقاء السودان أعلن عزمه حشد الدعم المادي للحكومة خلال مؤتمر يعقد في أبريل المقبل من أجل مساعدة السودان في بناء العملية الديمقراطية وتحقيق السلام. وكانت أنباء قد أشارت إلى أن الحكومة تتجه إلى رفع دعم عن المحروقات خلال المرحلة المقبلة. مصادر مطلعة وعليمة تستبعد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والقمح في موازنة العام المقبل، كيف تقرأ هذا الخبر؟ والله اعتقد انه رفع الدعم في هذا الوقت بالذات سيزيد المشاكل التعقيد، واساسا مساله غلاء الاسعار وغيرها الذي تسبب فيها الحديث عن رفع الدعم الذي رفع في 2013 بالتحديد، والثورة التي قامت في 2013 وأدت إلى الشهداء، ثم الثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بحكم الإنقاذ بعد 30 عاما هي كلها كانت أسباب بنسبة كبيرة جدا أسباب اقتصادية. إذا أقدمت الحكومة على رفع الدعم في الوضع الحالي الذي نعيشه، الوضع الاقتصادي المعقد جدا والتحديات الكبيرة التي تواجه
البلاد في هذه المرحلة أعتقد أنه مسؤولية جسيمة وتتحملها، وبالتأكيد ستواجه الغضب الشعبية كما واجهتها من قبل حكومة الإنقاذ وأدت إلى سقوطها. المسألة رفع الدعم تحتاج إلى وضع صحي ووضع أكثر من الوضع الذي نعيشه الآن. نعم، هنذهب مباشرة إلى وصف الشارع السوداني ويعني بيان تلته القوات المسلحة عن تأمين المداخل وإغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة. البيان بالفعل تم اليوم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى القيادة، قيادة الجيش والمواقع الاستراتيجية في داخل العاصمة الخرطوم، وهناك انتشار كثيف للجيش ناحية كوبري القوات المسلحة وكوبري النيل الأزرق وكل المدى والشارع الرئيسي الذي يربط قيادة الجيش مع عبيد خاتم. انتشار كثيف جدا للجيش تحسما للدعوات التي تمت للتظاهر، الدعوات المعروفة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهرات. والحدث اليوم الذي يترقبه كل الشعب السوداني بعد قليل وحكم المحكمة في محكمة الرئيس المعزول عمر البشير، الحكم النهائي الذي ظل ينتظره الشعب السوداني في القضية التي يواجهها الرئيس المعزول البشير في قضايا الفساد والتصرف في النقد الأجنبي في غير مساره الرسمي. نعم، يعني ايضا واحد من الاخبار الموجوده معنا، اوضحت وزاره الصناعه والتجاره ان قرار استئناف صادر الفول السوداني جاء بعد التشاور مع وزاره الزراعه الاتحاديه. وقال وكيل وزاره الصناعه والتجاره محمد علي عبد الله ان الفول السوداني الذي سيتم تصديره يطابق اشتراطات الحجر الزراعي واشتراطات السوق العالمي. وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة أنه قد تم الاتفاق على تصدير الفول النجاوة كسبا للسمعة العالمية للصادرات السودانية، خاصة الفول السوداني الذي وصفه بأن السودان يتمتع فيه بميزات نسبية. نتحدث عن هذا الخبر واستئناف صادر الفول السوداني، يعني قرار الاستئناف الآن بعد الرجوع يعني الصادر. صح، بعض الدول في الفترة الماضية دول بالتحديد دول في شرق آسيا وقفت صادر الفول السوداني بحجة انه هناك امراض وجدت في بعض العينات التي تم تصديرها الى هذه الدول. ومعروف انه صادر الفول السوداني الفول من بالتحديد من المحاصيل النقديه التي يعتمد عليها الاقتصاد السوداني في الفتره الفاتت بنسبه كبيره جدا، الى جانب القطن والحبوب الزيتيه الاخرى مثل السمسم وغيرها. لابد ان تهتم الدوله بهذه المحاصيل وتهتم بعملية التصنيع، أيضا تصنيع هذه المحاصيل وتصديرها ثم تصديرها في الفترة المقبلة حتى تكون هناك قيمة مضافة كبيرة تعود على الاقتصاد السوداني بالخير. ما زالت الاعتماد على المادة المحاصيل الزراعية الخام ما زال فيها مخاطر كبيرة جدا، لا بد من الخروج من هذا النفق إلى مزالة التصنيع وغزو الأسواق العالمية بالصناعات السودانية. هذه عملية طويلة جدا تحتاج إلى 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 عمل كبير جدا ينتظر الحكومة في الفترة الماضية، وتحتاج إلى اهتمام كبير أيضا وتحتاج إلى أموال ضخمة. شكرا جزيلا الأستاذ والزميل والصحفي بليغ حسب الرسول على هذا التحليل، شكرا لحضورك، صباح الخير عليك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا.